جيت لمراكش ديال الاولى باش طلعت لاكادير. هادي دابا ان سيمين. نو نو بلاكس بلاكس، شاف كانوا الناس في الطريق، الناس اللي ما مفاكسينينش وداك الشيء واللي ما عندهمش الباس هذوك تحبسوا بزاف، مي سينو الجاليه مسهلين لهم كل شيء في الطريق. ما هي سي فغي القضيه شويه حامضه، لي زوبيتو عامرين، الدلتا ولات دايره حاله في بنادم، مي اش غنقول لك سي لا 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 والو لا والو. ما انا شفت مشيت لدي ريستورون، مشيت لدي دي كافي، والو داكشي داكشي نورمالمون ليكيد هيدرو الكوليك خصو يكون محطوط في اي طبله. انا في لوروب اي طبله كتدخل كتلقى لو جيل هيدرو الكوليك، هنا ما كاينش. انا خصك دومونديه ليه باش يجبدوا لك من التيروار مخبيه. سي جو تروف سي مالوغو. كاين شويه ديال التباعد هنا سورتو، انا كنت في تغازوت البارح سيتي بيان، كاين تباعد، كاين هنا شويه في الكورنيش ديال اكادير بنادم شويه قريب لبعضياتهم كو، وهذا هو المشكل، هذا هو المشكل. عندك البحر والسواق و دوك لي غون كافي وهذاك، هذوك الواحد خصو يرد معاهم البال، باسكو دابا مابقيناش عارفين. واحد كتقول تشوفوا راه فيه وين راه ما بيناش فيه. سي واخويا المشكل ماشي في الناس، المشكل كاين في اللاوعي. حيت انايا شفت تلاقيت مع ناس وقال لك كورونا اشاعه. قلت لك كيفاش اشاعه الناس كطيح كل نهار؟ قال لك اخويا انا ما كنتيقش في هادشي كذوب. ايوا مع من غتهضر؟ واحد ديجا عنده هاد الفكره انها راه اشاعه، ما على بالوش، ما داير لا كمامه لا والو. طلعت معاه عنده طاكسي كاع، طلعت معاه قال لي اخويا داكشي. قلت له واش اخويا ما كديرش الكمامه؟ قال لي لا ما داكشي غير كذوب، داكشي ما كاينش نهائيا. جيت لهنا انا ماشي من ديت اكادير، جيت من تيزنيت، ومن نهار السبت اللي فات اكادير تبارك الله مدينه زوينه سياحيه. بالرغم من المرض وهذا اللي رفع علينا البلاء، راه حنا راه تنقوموا بالاجراءات الاحترازيه، ومدينه زوينه تبارك الله. بالنسبه للمرض كما قلت لك، الانسان يدير الاحتياطات ديالو والنظافه، الناس اللي ما تعرفهمش يحاول انه يتفاداهم، الاستحامات كذلك. يعني الحمد لله راه تنقوم بالاجراءات الوقائيه ديالنا. لا في الاصل مشيت قبل، درت الرخصه ديالي، مشيت للبشويه درت الرخصه ديالي، يعني عطاوها لي بسهوله حيت هنا كاينه الاخت وعندنا المقر ديال السكنه هنايا، عطاوها لي بكل سهوله. الوقايه الا دخلت لشي محل ولا هذا راه كنلبس كمامتي، سيبوزون مسيت شي حاجه دي برودوي ولا هذا تنغسل يديا. كذلك الامر بالنسبه الى جلست في شي مقهى ولا هذا، يعني الاجراءات اللي هي عاديه من تنظيف والتعقيم. يعني واخا ما دايراش دابا؟ لا هكا دابا في ليسباس فيد وشويه تلقى راسك مبعد شويه على الناس ماشي مشكل. شنو كتنصح الناس يديروا؟ كنصح الناس يستمتعوا بالحياه وبالصيف وفي نفس الوقت ياخذوا بالهم من العدوى. جاي من الداخل، جينا ندوز الصيف في اكادير، كيعجبنا الاجواء هنا لاكوط، كاين بزاف د الحوايج. دايرين التدابير الوقائيه، كل واحد داير الاحتياطات ديالو وصافي. بالنسبه لك ماما داكشي اقدار، يلاه جينا من بيسين دابا، داكشي اش كنبان لك انا ما دايرش كمامه وصافي. ضروري يا كمامه، انا ما دايرهاش، يلاه خرجت من بيسين وقفت علي. وهاد الحاله اللي كاينه هادي ماشي متابعه في راسكم؟ ماشي متبعين؟ اي متبعين هادشي، كلشي في راسنا، وراه كيما قلت لك دايرين الاحتياطات ديالنا. كاين الزيار، كاين غرامات ماليه على الكمامه، كلشي كاين. واه الحمد لله دروك دابا متي، الحمد لله بعدا متي هاد الصيف، هاد الشهرين ديال الصيف الحمد لله بعدا متي، لي زاوتيرات خدموا شي شويه، هاد الريستورات اللي في الكورنيش شي شويه الحمد لله متي. وكنا نتمناو متي الشيء قلت متي يجيب الله متي الشفاء ان شاء الله لهذا المثل، هذا المرض ان شاء الله متي. وضروري وليد الاحتياط، حنا براسنا اللي دروك متي نبغي ندخل متي الريستورا خص ضروري تدي الكمامه ديالك وهذا متي ضروري. المهم كاين بخير الحمد لله، دروك دابا راه كاين تلقيح متي، الناس يلقحوا دابا متي بزاف، اغلبيه دروك الناس يلقحوا بزاف. دروك راه طلعت دروك متي، دروك متي قال متي طلعت متي شادت متي الناس متي الموتى كاينه وهذا متي. وتنطلبوا الله متي من الناس متي المغاربه ديالنا والناس الشعب ديالنا، تنطلبوا منهم متي يكمل، مازال يكمل متي على الكمامه ديالو هذا، ويدير التلقيح باش متي باش رجع الحاله متي طبيعيه كما كانت. كاين الناس اللي خايفه على راسها من طبيعه الحال، وكاين الناس متي كما اغلبيه دابا لي جون متي بزاف اللي هو متي مازال باقي يطلع ليه هذا الميساج، يوصل ليه هذا الميساج مزيان. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.